بشأن التظاهرات الكبيرة إذن التي خرجت في بعض المحافظات الإيرانية، معنا هاتفيا من لندن متخصص في الشأن الإيراني سيد محمود أحمد، مرحبا بك. إذن تظاهرات المعلمين وأخرى تظاهرات شعبية أيضا احتجاجا على غلاء الأسعار في مدن كثيرة في مشهد، شيراز، قزوين وحتى تبريز وغيرها من المدن والمحافظات الإيرانية، كيف تنظرون لما يحدث الآن في إيران؟ شكرا جزيلا للاستضافة أخي العزيز. طبعا بداية اللي يجري في إيران الآن لم يسبق له مثيل على الإطلاق في كل الانتفاضات وفي كل التحركات السابقة، لأن هذه المرة اتسع بسرعة كالنار بالهشيم. خلال أسبوع 5 أيام الأحوازيين كانوا يطلعون مظاهرات، وخرجت المظاهرات أول أمس وأمس أكثر واليوم أكثر في مشهد، في يعني عندما أقول مشهد أقصد خراسان في 3-4 مدن، في تبريز و3-4 مدن مثل أردبيل وغيره، في كردستان و3 مدن، في لرستان و3-4 مدن، فكل محافظة بها 3 و4 مدن اللي خرجت للمظاهرات، وأكبر مدنها طلعت وأكبر الغوميات خرجوا للمظاهرات إلا طهران. برأيك ما السبب؟ طهران هم الآن مسيطرين عليه، لكن مثل ما تفضلتوا بالتقرير اللي استمعت له أنا، أنتم تكلمتوا يعني نشرتوا شيء صحيح وواقع أنه الناس هاجمت المواد الغذائية أي مكان. طبعا المؤسسات الحكومية، لأن المول ما موجود في إيران شخصي وإنما مدني، إنما هن للحكومة، فهاجموهن وصرفوا بهن، وحتى البنوش هاجموا الدواجن ومراكز الدواجن وقسموهن ووزعوهن، نعم، الدهن والمواد الغذائية الأخرى أيضا. ولكن أستاذ أحمد عذرا للمقاطعة، يعني في كل مدة تحدث هكذا تظاهرات واضطرابات وتقمعها السلطات الإيرانية، هذه المرة تقول أنها مختلفة، هل الأزمة الاقتصادية الآن وموجة الغلاء التي تضرب إيران والتي حركت الشارع بصورة مختلفة كما تفضلت هذه المرة في أغلب المحافظات يمكن أن تحرك أيضا بقية المحافظات ويعني ذلك اتساع رقعة الاحتجاجات؟ بالتأكيد بالتأكيد، لأن احنا عندنا بالأحواز شاهدين على كل شيء، وهناك تحرك آخر الآن اللي ما كان لسابقة، الغوميات بدأت التواصل بينها. الأحوازيين، التنظيمات الأحوازية لديها اجتماعات، والآن 5-6 تنظيمات رئيسية أحوازية بدأت تجتمع وتتشاور على هذا الأمر، وهناك تواصل بين الأكراد والعرب والبلوش والآذريين للاجتماع الأكبر للغوميات. طبعا وهذا كله دليل على ان، وتعرف حضرتك اللي هم ما عندهم احد بايران قبل 4 ايام رضائي، احد قيادات الحرس السابقه بايام الحرب العراقيه الايرانيه قال انه نحن في جهه والشعب الايراني في جهه اخرى يسير. نعم، إلى أي مدى إذن ترى أن هذه الأزمة الاقتصادية التي حركت الشارع يمكن أن تنفجر وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر، بحيث تؤدي بكرسي إبراهيم رئيسي مثلا؟ هي لا أكثر من إبراهيم رئيسي، الانتظار أكثر من هذا. طبعا هذا توقعنا. نعم. ليش؟ لأن أساسا النظام الإيراني الآن ليس لديه إمكانية أن يساعد في هذا المجال وفي حل هاي المشاكل. النظام الإيراني عطل المحادثات مع أمريكا على أساس لازم الحرس الثوري بما فيه فيلق القدس لا يرفع من العقوبات، وهذا يعني حد الأقل فورا يوصل لإيران، إذا يوافق فورا يوصل لإيران 150 مليار اللي هو عنده بالشركات المختلفة بالخارج. لكن هو رفض هذا ويريد تحرير فيلق القدس ليتصرف براحته، يعني جوع شعبه بس من أجل يحرر تحركاته الإغريبية.
فهذا يعني أنه هو ما ليس جاهز وليس قادر أن يستمر طويلا في هذا المجال. ولكن البعض يقول أنه الحل الأمني أو بمعنى آخر حل القمعي جاهز، وهو يعني قيد اتخاذ القرار في السلطة الحاكمة في طهران لقمع هذه التظاهرات مثل كل مرة في لحل هذه الأزمة، ما رأيكم؟ هو الآن القمع بدأ، لكنه القمع الآن يختلف عن السابق، لأن القمع بالأحواز الآن لدينا شهيد شهيدين في الحال في الماضي كان يسقط 10-15 من مثل هذه الحركة اللي صارت، لكن الآن في كل إيران قليلين اللي قتلوا بالشارع، وأساساً ما طلعت قوة نظامية وانتظامية ما خرجت للشوارع، إن تطلع الاستخبارات تعتقل بس. نعم. المهم إن شاء الله إن شاء الله نتمنى بقوة الشعوب يسقط النظام. إذن كان معنا من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.